أنت كيلو شرمي تصاوب شيء هذا؟ لا شو بدي؟ وا ورا الحوت المليح هذاك الفرخ هذاك ها انت دابا كونيا يديروا له كونيا عمروا مع راسهم ها شتا انا السرديل ثاني السرديل دابا من هنا شهر واحد وديما فيديو جديد واليوم مشينا عند اشهر بائع السمك كاين في السوق الخميس ولاد موسى صراحه تيجي الحوت فريش من كازا ديريكت للسوق ديال ولاد موسى وعندو حتى واحد الحانوت كاين في تادلا المهم مرحبا غادي نشوفو معاه وندردشو معاه وعطينا الاثمنه ديال الحوت اليوم شحال دايره اليوم الخميس اللي 4/5/2023 وغنسولو على الاثمنه ديال الحوت صراحه الحوت يبان ليا الثمن مناسب والثمن ناقص شويه الثمن ديالو ويلا خليكم مع الفيديو ما تنساوناش باللايك وبالبارطاج وقد ما كان اللايك وقد ما كان البارطاج قد ما يطلع الفيديو يشوفوه ناس اخرين ومرحبا بالنسبه للفيسبوك راه عندنا الصفحه هي بني ملال بعيون الجاليه المغربيه هذيك هي الصفحه اللي عندنا في فيسبوك ومرحبا وديما معكم الفجري فلوغ يلا مرحبا شحال صاب ديال الفرخه عبد الهادي 80 درهم 80 درهم انا شحال دايره الاثمنه اليوم عبد العزيز؟ الحوت رخيص اليوم. قول قول عاد قول الثمنات مزيانين، السرد 160 جوج ب 300. الفرخ 80 درهم، قمرونه هو ضرب على هذا القمرون ديال 70 درهم، بوجو 20 درهم، هذاك الرويال 25 درهم، ميلو 25، الشرغو 25، الرايه 30، الطون 30 درهم، الثمن مليح مليح، الثمن مزيان ماشي. الدجاج حامض دير 560 560 دير الكروم الحوت الله يلاح دير ربي من الكل قاعده من الكل الحمد لله الحمد لله بالنسبه للحوت مزيان الثمن ديالو مزيان والحوت مليح عطيهم هذاك يصوبهم ما جاش هذاك الدري الاخر عطينا كاين واحد اليوم يا قمرون هو قمرون هو هذا غلا ديال 70 درهم 70 درهم والله كيدير انت بحال هكا كيدير ولا يتكال خضر واخضر مالو ما يتكال خضر راه وي استهر الله ما عمرك كنت مسكين واو ودي خليني سكت تمام قلت لك بلا ما تخرج اما بورا دار 13 100 في راسهم صار نور دير الرايع بلادي الرايع 35 درهم 35 درهم الرايع 35 درهم هذه صغيره هذيك 3 سنت هذيك ماشي الرايع هذه صغيره 3 سنت تنسحب الرايع نادي 3 سنت يا الرايع هي هي الرايع الفري هذه رايع دايره بحال هذا الشكل طونة العنيدة هي طونة العنيدة هي هذيك الضربة اللي في البلازا هي هربوري غيرها 20 درهم تا هو مليح فران هذا النيت فران طاجين هذا
الباترون معروفة، راه أشهر بائع سمك في سوق الخميس. وحنا اليوم عند أشهر بائع السمك في سوق الخميس ولاد موسى، وحنا عند عبد الهادي بني ملال. اي الجود ولا مليح ديما. فين عندك المحله عبد الهادي؟ المحل في تادله. في تادله نعات الجامع ديال بوبكر الصديق بودرع. بودرع حي بودرع حدا الجامع ديال بوبكر الصديق، تا كيكونوا فيه جميع النوع. عاود التليفون قولها. قول تما التليفون 06 61 87 60 24. اللي بغى شي حاجه عيط لنا مرحبا. كيرونس صافو لا كاين ديسون راد كاين فين عندي هذه الشهر عندك 900 درهم كيرونس فين. كنقولوا لي جيب العوان الساعه الله حط ولا هو بيقرا هذاك 500 درهم بيت صغير هما بحال هكا. يا هما اللي درنا راه مويا هادشي اللي درنا كامل داكشي راه كامل مليح ماشي وقع لك كي وقع عندي موقف. الو الله يخليك اش ندير الرئيس؟ شرن شحال؟ بابا بابا ديرها كلها داك الجديده صاحبي يا ولد عم مليح يكون صاحبي حوت وفلوس تاكل ما كاينش عندنا هذاك الشيء راه كاين فوق الخا بحال هذه اللي قالت لك راه السر ديال عام 120 راه هذاك الشيء باش كيديو الحوت وكيلو الحوت حيت ما كيشروش من عند شي واحد اللي عنده الحوت مزيان كيديو على الرخا. لا الراية 700 5 كيلو شرمي تصاوب شي هاك راه ولدي واش عملت شي راية تما شوف دا نعم الحاجة وشنو الحارة ديالها 600 ديال الدار البيضاء بايعينها لك حنا جايبينها من الدار البيضاء حتى لولاد موسى بايعينها لك ب 600 رفي لي اصاحبي تو تمشي غادي تلقى واحد ثلاثة ونص دور ماضي غاتصاوب لا هزها محسن الشرطة وعطاها ديال محسن عطاها ديال محسن قول لي صاوب غادي يديرها 700 الكيلو عبرنا السيد ب 600 راه بيتشاف لا ما كاينش الحاجه ديال كيلو اكثر من كيلو. مبروك هذا هو نشوف شحال فيها ونقدو عليك تقول لي الحاله هذيك راه فينا هي هادي ثلاثة الله روما المعلم شحال هذا المعلم اشنو هو المعلم؟ هذا ثلاثة قل مئة هذو هذا فين هو؟ ها هي ثلاثة هذي 1800 هذي دابا 1800 و 2100 4000 قل مئة مصوب هذي عندك لاكارت؟ انصوبو كذا بقات تجيبها واش الدري تقدر شي حاجه ولا؟ ها
واش هو انا كاين محل تقدم واقيلا واه راه كان واقف هنا هو محل تقدم غادي نقرد الصوبه ياك استاذ هذاك داير 16 ريال هو راه مليح هذاك الشيء ديال 16 اه هو راه الحوت المليح هذاك الفرخ هذاك بلاصه اخرى راه دايره 2400 هذاك سمعتوا تمشي للمحل 2400 هذاك ها هي انا راه داير الريقال هنا ناقصين الثمن مرحبا الحاج شحال وشنو هذا 1000 ريال الكيلو بغيت تعبر شي وحده بحال ممكن اخونا هذه الحاجه الراس يقرد هاك انا بغيت لا ما تقردهاش نخليها صاينه الراس ما تحيدها مرحبا تشاورنا معاك باش نشوف شنو اللي بغيتي دير مرحبا غير الفرن في لا على جوج باش يدخلها الطياب صوبو ها لا انا نقاد لك داكشي باش هما يوصلوا يقادوها في الطاوه ويشقاو مع روسهم واش فهمتي ها انت دابا كونيا يديروا له كونيا عمرو مع راسهم ها شتا ها بلا ما يبقاو يتمحنوا معاه با يطيبوا نص يطيبوا با يطيبوا كامل يطيبوا ها يلا على الهبره لا شوك لا والو ما كانش وحده ديال جوج كيلو جوج كيلو نشوفوا لك شي وحده ديال الصغار ترى لا هي جوج كيلو ما تخونش قال لي واقيلا من جوج كيلو والله هذه هنا بين المصاب لك هذيك الرايه هاد الحوته نديروها مع الرايه مرحبا ثاني الشوايه دابا من هنا صافي الشوايه ما عندك انا السرديل ثاني السرديل دابا من هنا شهر ربعه واحد ما عند اللي بغى يجي شوي في الخميس مرحبا ياك مرحبا في هذاك ومود ومود هاك انت مود انا شوية دابا راه عشاقة ثاني في الشوية ديال الحوت لا غادي نطلعوا ثاني الموج ان شاء الله